شو الأجر ينس؟ يقارد النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رسوله ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إليه من أهراق الدم. السنة للعيد أتصل أن الطاعات كزمريخا بنادمي ساعات سوى تظلث التسبيح زيارة المرضى زيارة الأقارب ساعتك الأجر، لكن زرام الخذميك ساعتك الأجر في ثنتك السلعيد لعب ذري زلون تيد سوى بكم القرق في يوم العيد. يقارد الحديث نظن إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها. وفي حديث آخر بكل شعرة حسنة بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر. زرمنا تضغط يزيمر نغض الشعريك ساعة ومعيز أشحال ينزض نيك ساعة زبرضة تحسبه مستحيل تحسبه سيدي مليار كل انزض ساعة دقيس يثل حسنة. يماجين اش حاليك سعاد الاجر وين ريزل وين يثمث وين يكدس يوم القيامة كنيث النكمال ورب سبحانه الصفد الاجر الثواب. وان الدم لا يقع عند الله بمكان، هي كناية عن سرعة القبول. اسمرت الزلوب وقبل ذي الحقني ذا من غلق عاني الحق الاجر ورب سبحانه. يعني غيش مثلا اللعب ذا جبير بيلعب ذيك سعان الايمان تقوليس يزمر فينانسيير مو ويقاري من يزقديق يسعى غا معيش قراوي سيزمر ذي يزلو يكفط ربي يزلو غا يمو حرم ريمانيك